بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي، شغلة واحدة تسووها مرة واحدة في عمركم وبإذن الله أمنيتكم تتحقق، ماكو داعي إنه تعيدون، ماكو داعي إنه تكررون، سووها مرة واحدة. بس الشروط هي إنه تكون في يوم الجمعة تروحون تصلون الجمعة، وراها لما ترجعون البيت وأنتوا على طهارة تصلون ركعتين. طبعا نسيت أقولكم قبلها لازم تكونوا متصدقين، يعني ورا ما تصلون صلاة الجمعة تطلعون من المسجد تصدقون حتى لو بصدقة جدا بسيطة، ترجعون للبيت تصلون ركعتين على نية محددة وتقرؤون هذا الدعاء. أتمنى تكتبوه عندكم، رح أقرأه بصورة بطيئة بإذن الله. اللهم إني أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وأسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض، وأسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأبصار وذلت له القلوب من خشيته، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تعطيني حاجتي، وهي تطلب حاجتك. وهذا الدعاء حبايبي أتمنى، لأن أنا هنا كاتبة نجمة ويما مثل يعني نوت، هذا الدعاء لا تدعو إلا على شيء يرضي رب العالمين، يعني لا تدعو لقطع مثلا رحم أو من هاي الأشياء الغير جيدة أرجوكم، لأنه هذا دعاء جدا عظيم. إذا تروحون تصلون الجمعة، وراها تتصدقون، وراها تصلون ركعتين على النية اللي تريدوها، وتقرؤون هذا الدعاء بإذن الله. وياكم فرح عبد الوهاب.